طبعا احنا الان في ندخلوا للتصوير السلسله الرمضانيه في الاسبوع المقبل، وكذلك عندي الفيلم السينمائي الطويل كورسا اللي كاين الان بالمهرجان الوطني للسينما بمدينه طنجة، واللي غادي يخرج للقاعات الاسبوع المقبل حتى هو. ما نقدرش نقول لك الكوميديا ولا الدراما، ولكنني انا كنعتبر راسي مشخصه ممثله شامله، لان كيف ما كنلعب الكوميديا فانا كنلعب الدراما، وكل الادوار هي قابله للعب، ممكن نلعبها سواء كانت دراميه او لا كوميديا.